لكن كل ما حضرتك عايز تصدر طاقة بتصدر طاقة سلبية ضد النادي الأهلي وضد جمهور النادي الأهلي وضد لاعبي النادي الأهلي. يقول لك أصل اللي هناك الحاجات اللي حصلت من بعض الجماهير الترجي. والحقيقة عجبني جدا جدا كلام سيادة سفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس. راجل بيتكلم بمنتهى الدبلوماسية وبمنتهى الاحترام. قال لك يا جماعة 5-6 خرجوا عن النظام العام في تونس او في هذه المباراه وبالتالي حصل اللي حضراتكم شفتوه، ولكن ده لا يعني ان كان هناك ترحاب كبير. احنا شفناه كاعلاميين وحضراتكم كجمهور كنا بننقل لكم الصوره، شفنا قد ايه الترحاب بالنادي الاهلي من اول ما حط رجليهم على الفريق وصل بالبعثه على الاراضي التونسيه لغايه لما مشيوا من تونس. هذا هو الترجي الكبير، الترجي ده فريق كبير وفريق عريق وسيظل كذلك. يجب أن يكون دائما هناك احترام ما بين الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة طبعا، ولكن أنا بتكلم على النادي الأهلي كبير أفريقيا، نادي ترجي واحد من أفضل الفرق في أفريقيا. وسيظل كذلك بالمناسبة، مش بالكلام ولكن بالأرقام وبالبطولات اللي خدها في أفريقيا والبطولات اللي خدها في تونس. فالحقيقة العلاقات ما بين النادي الأهلي ونادي الترجي هي علاقات جيدة جدا وستظل جيدة جدا. أنا بس بستغرب من الكلام اللي بيتقال، كل واحد عامل لي فيها مش عارف إيه وجاي قاعد نصب نصبة وقاعد وبيتكلم لمجرد إن هو عايز يقطع ويخبط في النادي الأهلي. ودايما أنا بقول الكلمة دي، دايما أنا بقول الكلام ده، إن أي حد عايز يتشهر أو أي حد عايز يبقى عنده ناس بتتفرج عليه يجيب اسم النادي الأهلي ويجيب سيرة النادي الأهلي. هو ده دايما اللي احنا بنشوفه خلال الفترة السابقة. وبعدين يجي يقولك ايه، هو الأهلي ده معرفش بيدوله فلوس أكتر من الفرق التانية ليه في الإعلانات؟ يعني انتوا اللي بتردوا على نفسكوا، يعني انتوا بتردوا على نفسكوا دايما بتجيبوا سيرة النادي الأهلي عشان الناس تتفرج عليكوا، وفي نفس الوقت ترجعوا تقولوا هو ليه الأهلي بياخد فلوس كتير عشان الإعلانات؟ لأنه نادي قرن، لأنه النادي الأفضل في أفريقيا، مش بالكلام ولكن زي ما حضراتكم دايما بتسمعونا بنتكلم في هذا الموضوع بالأرقام وبالدلائل وبالبراهين، ليس مجرد كلام وخلاص بنقوله، مش مجرد كلام طالعين نضربه على الشاشة وخلاص. لا، احنا دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم بأرقام ودلائل وبراهين.